السلام عليكم ومرحبا بكم في القناة ديالي. نتمنى تكونوا كلكم على خير. اليوم ان شاء الله غادي ندير معكم وصفة ديال الحريرة حامضة او الحريرة الحمراء. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم بطريقة مبسطة. وفاش تفرجوا في الفيديو ما تنساوش الضغط على زر الاشتراك سابوني وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد ديالي. ديال الحريره ديالي عندي هنا زيت الزيتون، هنايا الابزار، الملحه، الخرقوم، التحميره، هنايا عندي سكنجبير، هنايا عندي قطيعه ديال اللحم، هنايا عندي الحمص من بعد ما فزكته قبل، هنايا عندي الفول، وهنايا الرز، هنايا عندي الكرافس، وهنايا عندي الشعريه، هنايا عندي العدس، هنايا عندي بصله مشلوضه، وهنايا عندي قزبره ومعدنوس، وهنايا درت مطيشه محكوكه كما كتشوفوا. هادو هما المقادير اللي غادي ندير بهم الحريره ديالي. دابا ندوزو نشوفوا الطريقه ديال الطحت. دابا كما كتشوفوا معايا، اول حاجه غادي ندير الزيت، زيت الزيتون، صافي. غادي ندير عليها البصيله اللي عندي، غادي نزيد عليها اللحيمات اللي عندي مقطعين. دابا غادي نردهم يتشحروا ليا. غادي ندير العطريه، غادي ندير سكنجبير، غادي ندير التحميره، غادي ندير الخرقوم، ندير الابزار، اخر حاجه غادي ندير الملحه، كتبقى على حسب الذوق. دابا غادي نزيد عليهم قزبر ومعدنوس اللي عندي، غادي نزيد عليهم الكرافس، دابا غادي ندوز ونشحرهم على البوطه. دابا كما كتشوفوا معايا غادي نزيد عليها الحمص اللي عندي، صافي. غادي نخليهم بحال هكا تشحروا ليا مزيان، وديك الساعه غادي نزيد عليها الماء نروي ونخليها تطيب. دابا كما كتشوفوا معايا، من بعد ما تشحرت لي البصيله واللحم اللي درت، دابا رويتهم بالماء، زدت عليهم الماء. غادي نخلي هذا الماء حتى يغلى ليا، عاد نزيد عليه المطيشه اللي حكيت. دابا غادي تشوفوا معايا الطريقه. دابا كما كتشوفوا معايا، من بعد ما غلى لي الماء اللي درت، دابا غادي نزيد عليه بحال هكا، غادي نزيد المطيشه اللي عندي، صافي. وغادي نحرك ونخليها حتى نحس بها طابت ليا شوي، نحسو بالحمص قرب يطيب، صافي. عاد غادي نزيد العدس والفول، نزيدو عليهم ونخليهم يطيبو. هانتوما غادي تشوفو معايا وتبعو معايا الطريقة اللي غادي ندير. دابا كما كتشوفو معايا، غادي نزيد دابا عليهم العدس اللي شاركت معاكم قبيلة، غادي نزيدو بحال هكا، ونزيد عليهم حتى الفول. العدس كما كتشوفو أنا خليتو حتى رطبتو في الما مزيان باش ما كيطلقش ليا القشره ديالو، صافي. عاد دابا استعملته هنايا في الحريره ديالي، خليته شويه في الماء باش ما كيطلقش ليا القشره ديالو، صافي. دابا غادي نحركهم ونسد عليهم ونخليهم حتى نحس بهم طابوا ليا، عاد ديك الساعات كنزيد عليهم الرز. ودابا كما كتشوفوا معايا، غادي نلوح الرز اللي درت معاكم، حتى هو غادي نزيدو، صافي. غادي نخليه حتى نحس به طاب ليا، وديك الساعات غادي ندور الحريره ديالي بالدقيق، وانتم غادي تشوفوا معايا الطريق. دابا كما كتشوفوا معايا، غادي نلوح الشعريه اللي درت معاكم، دابا غادي نلوحها غير واحد شويه وندور الحريره ديالي، ندورها بالدقيق والماء، صافي. كما كتشوفوا دابا غادي نخليها واحد شويه طيب، ونزيد عليها الدقيق باش ندور الحريره ديالي.
وكما كتشوفوا معايا هذا هو الدقيق ديالي من بعد ما خلطته بالماء كما كتشوفوا. بالنسبه للبنات اللي كيتبعتر ليهم وكيخسر لهم الحريره ممكن يديروه في الخلاط الكهربائي او يجروه بالخلاط اليدوي، انا كنجرو غير بالخلاط اليدوي صافي. والبنات اللي كيتبعتر او كيبقى في دوك الحبيبات ديال الدقيق يديروه في الخلاط الكهربائي ما فيها باس، عاد يدوروا به الحريره. ودابا كما كتشوفوا معايا البنات ها هي الحريره ديالي طابت لي قربت طيب لي الشعريه اللي درت اخر وحده صافي. دابا غادي نزيد عليها الدقيق بحال هكا، ودابا غادي نبقى نخلطو هكا. دابا مع شاده التليفون ما تحكمش مزيان صافي. كما قلت لكم كنبقاو بحال هكا نحركوا الدقيق ديالنا وكندوقوا كنشوفوا الملح اللي درنا واش هو هذاك صافي. كنبقاو كنحركوا بحال هكا حتى كنشوفوا وصافي ونقدموها بالصحه والراحه. دابا كما كتشوفوا معايا ها هي الحريره ديالي وجدات ليا وطابوا ليا كاع القوام اللي درت فيها. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم الطريقه ديالي. كما كتشوفوا انا ما كنديرش فيها ماطيشه ديال ماطيشه الحك صافي، كنكتفي غير بالماطيشه اللي عندي صافي. هذه هي الطريقه اللي كندير، نتمنى تنال الاعجاب ديالكم. وهذا هو الشكل النهائي ديال الحريره ديالي كما كتشوفوا معايا. ها هي كتجي غزاله واخا ما كنديرش فيها ماطيشه كي قلت لكم ديال الحك، كتجي لذيذه. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم.